رامي، انت عارف انا مستنيك بقالي ازيد من 3 ساعات هنا. والله معلش، انت عارف وده يقول لك اصبر تنول. انت مواعيدك مش مظبوطه اصلا. ده انا هنا من الساعه 3، انا اللي كنت مستنيك. خلاص يا رامي، خلاص. رامي قول لي 3 اسامي بنات كنت مرتبط بيهم. جدتي وامي ومراتي. انت عايز توقعني في الغلط وانا ما بقعش. ازيك يا رامي؟ لحد دلوقتي الحمد لله. ايه السؤال اللي بيضايقك؟ وصلت لنفسك فيه ولا لا؟ ده السؤال ده بيضايقني قوي. رامي، انت حاسس ان انت وصلت لنفسك فيه ولا لا؟ انت كده من الاعداء. خلاص انا هحطك من الاعداء. ماشي. لا لسه. قولي 3 اسامي مطربين اجمل منك. عبد الحليم حافظ. يا عبد الوهاب. ما تهزرش. عمرو دياب. 3 اجمل منك؟ طبعا. ايه رايك في اغنيه مخصماك وابعد عني انا مش طايقاك؟ تقريبا بسمعها في كل حته ومش فاهم ايه هي، مش فاهم بتاعت مين، بس مبسوط. انا بحب اي حد بينجح يعني. بتفكر تعمل حاجه زي الاغنيه دي؟ لا انا ما بخصمش حد. طب ممكن تسمعني كوبليه منها؟ لا برضه. مثل اكنك مخصمني وهبعد عنك عشان انت مش طايقني. انا اصلا اقول مش طايقك ليه؟ اختار لي حاجه رجالي. اخر اجر اخدته كام؟ يكفي. ممكن تغني اغنيه لزميل ولا لا؟ بس على حسب الاغنيه بحبها ولا لا. وليد ممكن المايك؟ شكرا وليد، انت جاهز كده ليه؟ غني لي حاجه. انا على المستوى الانساني الراجل بحبه بس ما عرفلوش حاجه. انت عايز توقعني في الغلط، انت عايز توقعني في الغلط. عمال تحفر وانا يعني ربنا ينجيني ان شاء الله. طب هقول لك على حاجه اسهل. اتفضل. غني لي حاجه لفارس. لا فارس على فكره انا فعلا كنت بحبه. فارس. وحشتيني غيابك والله على عيني. يا بحب التراك ده. واضح انك بتحبه فعلا. طب غني لي مهرجان. انت مش هتشوف النور في الدنيا دي. نيتك يعني اغمق من قميصي. تعرف تغني مهرجانات؟ لا انا اصلا بعرفش اسمعها. انت خسرت في اول اختبار. اللي انا عايز اخسر في كذا اختبار ما دام اختباراتك كلها صعبه كده. اغنيه بحب الناس الرايقه. احكي لي عن التجربه اللي انت غنيت فيها مع احمد عدوي. انت جايبني في اي رامي وخلاص. انا عارف الموضوع ده. انا عارف. انا من زمان نفسي نعمل على فكره حفله احنا الثلاثه. انت وعدويه ورامي. لا انا ورامي ورامي. لو ما كنتش مطرب كنت هتبقى ايه؟ مطرب. ولا رامي؟ لا مطرب. قول لي نكته بقى عشان ننهي ال هو قول. لا انا بالنسبه لي تقول لي انت، لان انتوا تقريبا بقيتوا كلكم فاكريننا كلنا احمد سعد. احنا ما عندناش الموهبه دي. هو احمد بس. اكتر فرح غريب غنيت فيه. ام العريس ربنا يبارك له في عمرها جت قالت لي رامي الترابيزه اللي هناك دي يا ابني ترابيزه تجار كبار، روح فرفشهم. فرفشتهم؟ انا فرفشتها هي شخصيا. ايه اللي ممكن يخلي رامي جمال يتفشخر؟ نجاح اخواتي. فشخرت قبل كده؟ لا ما الفشخره دي ما ينفعش يعني، ما ينفعش تتبسط بحاجه انت اللي عاملها. سيب اللي حواليك يتبسطوا بيك، انا بتبسط باللي حواليا. انت اتزحلقت قبل كده؟ انا لحد النهارده بتزحلق. مين بقى بيزحلقوك؟ انت بتحاول تزحلقني اهو، بس ان شاء الله ربنا ينجيك. رامي انت بتشخر وانت نايم؟ وانا صاحي. اغنيه بخاف من ايه؟ مالها؟ خاف من ايه يا رامي؟ والله بخاف من اللي بيسال كتير زيك كده. رامي ممكن تحكي لي حاجه مؤثره طالما عمالين نضحك كده؟ احكي لك. انا واقف بقالي فتره قدام مايك وفي واحد بيسالني اسئله انا مش كويس انك قلت بقى قدام مايك. مش عارف هدفها ايه، فنفسي اسيبه وامشي. ده موضوع مؤثر فيا. لا ما ينفعش تعمل كده. ما هو عشان كده انا محترم القصه. والله هزعل لو عملت بس كده. الموضوع مؤثر. طب عشان خاطري لا خليك واقف. انا نفسي امشي بصراحه. طب غني لي حاجه قبل ما تمشي. انا اصلا كلمه غني لي راجل بقولها الراجل دي مرعبه يعني. طب غني لي. مرعبه. طب بص غني لي وانا هتفرج. انا علينا مش هرقص. خلي بالك، ما هو ربنا ادالك سرعه بديهه بس الحمد لله انا واخد منها شويه كفوك كمان. طب بص خلينا نعملها بدل 1 تو 1 خليها كلنا. كلكم هتعملوا. غني لنا واحنا هنتفرج. طب انا نفسي اسمع حاجه منك. انا جايب مايك. عايز تسمع حاجه مني؟ اتفضل امشي روح على البير تجرحه، مش انا اللي يحب حد وحد يزحلقه. كفايه.